أعزائي المشاهدين السلام ومرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم السبت 21 ديسمبر 2019 درجة الحرارة كانت متراحة عموما بين 19 و 24 درجة سازلنا 22 درجة في تونس الكبرى وفي المناطق الغربية كانت في حدود 17 درجة حالة الطقس اليوم اليوم عرفنا سحب أحيانا كثيفة في الشمال محليا في الوسط مع بعض الامطار الضعيفه، الطقس كان مغيم جزئيا في الجنوب وكان مرفوق بدوائر رمليه محالية في جابس الليلة إن شاء الله باش تتواصل السحب قليلة تكون أحيانا كثيفة في الشمال والوسط الطقس يكون مغيم جزئيا في الجنوب الريح باش تكون جنوبية غربية باش تكون قوية قرب السواحل البحر يكون هائج في الشمال شديد الاثراب في بقية السواحل ودرجات الحرارة ليلا تكون متراوحة إن شاء الله من 13 و 18 درجة عموما وفي حدود العشر درجات في المرتفعات بالنسبة الغدوة إن شاء الله غدوة باش بعض الصحب في الشمال والوسط الصحب هذه تكون محليا كثيفة الطقس باش يكون قليل السحب في الجنوب الى مغيم جزئيا مع دواوير رمليه محليه درجه الحراره نكتشفوها مع بعضنا غدوه ان شاء الله في الوطن القبلي 19 في قليبيا 20 في نابل 19 في تونس الكبرى وبنزرت 20 في باجة 17 في تبرقه على شويه في جندوبه 20 درجه 18 في الكاف اقل في تالا 16 درجه يوم الغد 20 في كل من سليانه وزهوان في المدن الساحليه متوقعين 23 في سوسه المنستير والمهدية اعلى بدرجه في صفاقس وقعنا 24 درجه يوم الغد 24 بالوسط بالقيروان 24 ايضا في سيدي بوزيد 21 في القاسرين في قفصه وفي جابس توزر غدوه باش تكون في حدود 22 درجة أقل درجة في قبلي 21 درجة وفي مناطق الجنوب الشرقي جزيرة جربة غدوة سجلوا فيها 20 درجة 24 في مدنين 22 في تطاوين و21 في إرماد بالنسبة للملاحة والصيد البحري يوم الغد في سيرات خليج تونس في السواحل الشرقية وفي خليج جابس ريح باش تكون من القطاع الغربي تتجه في خليج جابس الى القطاع الجنوبي الغربي في اخر النهار سرعتها في سيرات وخليج تونس بين 35 و45 عقده تتقلص في اخر النهار بين 30 و44 عقده مؤقتا 55 عقده مع هبات البحر نردوا بالنا باش يكون عنيف الى شديد الهيجان الامواج باش تكون متقاطعه وارتفاعها ينجم يفوق السبعه امتار بالنسبه لخليج الحمامات والشبه سرعه الريح باش تكون بين 25 و30 عقده تتقاوى بعد الظهر بين 35 و40 عقده تتجاوز ال 55 عقده مع هبات البحر يكون هائج فشديد الاستراب وارتفاع الامواج نجم فوق السته امتار وفي خليج قابس سرعتها بين 25 و30 عقده والبحر يكون شديد الاضطراب درجات الحراره في بعض المدن العربيه والاجنبيه في نقشات غدوه سحوب عابره 31 درجه 21 في الدار البيضاء سماء مغشات في الجزائر 20 درجه 22 في طرابلس سماء صافيه في الخرطوم 33 درجه يوم الغد سحب عابره في القاهره في البقاع المقدسه 28 في المدينه 32 في مكه 24 في مسقط 25 في ابو ظبي 23 في الدرجة. اقل في الكويت وبغداد 17 درجه غدوه في دمشق والقدس الشريف 20 في بيروت السماء باش تكون صافيه سحب كثيفه في اسطنبول 18 درجه يوم الغد وبالنسبه لاوروبا امطار في فيينا في روما في جنيف 9 درجات في بريكسل امستردام ولندن 5 في برلين 10 في باريس 14 في مارسيليا 13 في مدريد و18 في لشبونة التطورات الجوية للأيام القليلة المقبلة يوم الأثنين الصحب باش تكون عابرة ما عدا في بعض المناطق الشمالية حيث تكون محليا كثيفة ومرفوقة بأمطار متفرقة الريح باش تكون من القطاع الشمالي الغربي البحر باش يكون هائش في شديد الاضطراب في السواحل الشماليه في الوسط متموج في الجنوب ودرجات الحراره تكون تراح عموما بين 16 والعشرين 20 درجه وفي حدود ال12 في المرتفعات نتعداو اليوم الثلاثاء السحب باش تكون عابره في اغلب الجهات البحر باش يتواصل شديد الاضطراب في الشمال والوسط يكون متموج في الجنوب الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل معتدلة داخل مناطق البلاد ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف فوق الشروق والغروب ليوم الغد غدوة ان شاء الله الشروق على الساعة السابعة وثمانية وعشرين دقيقة والغروب على الساعة الخامسة وسبعة دقائق المزيد من المعلومات والارشادات تجموا تصلوا بنا رقم وزع صوتي 88 40 4 صفار تخليوا ارسالات قصيره على 85 185 والا ايضا زورونا على موقع الويب www.meteo.tn وفي اوقات الصلاه بالنسبه للغدوه الصبح يكون على الساعه 5 و55 دقيقه الظهر منتصف النهار و24 دقيقه العصر على الساعه الثانيه بعد الزوال و49 دقيقه المغرب على الساعه 5 و9 دقائق واخيرا العشاء على الساعه, الساعة السادسه و40 دقيقة اعزائي المشاهدين شكرا حسن المتابعة والاهتمام والى اللقاء